تعرفوا شلون فتحناني ورجعنا؟ تابعوا الفيديو عبر راديو الغد. اهلا وسهلا، هلا براديو الغد، هلا كل هلا براديو الغد اللي وكبنا اثناء التحرير واثناء الاعمار بباب السراي. والان احنا بمحل ابو نزار حج حازم الذي اسست 1950 باب السراي. احنا انا صار لي 45 سنه هوني، وابوي من سنه 50 يبيع مشمع ونايلون. كنا قبل نبيع قماش رجالي، هسه عم بيع مشمع ونايلون. نايلون هوني مصنع محليا هوني، عنده محل معمل بالصف، معمل الصفاغ مال حج حسام بالصناعه مال ايمن، ومال حج عمرو شغلتي بالايسر، تصنيع محلي كله. ماكو بضاعه نجيبها من بغداد، ماكو بضاعه نجيبها من اربيل، من كافه لهم. السوق يعني كان عامر لحد ما ايام داعش تدمر، والحمد لله بفضل الله وجود الخيرين وهالمحلات جمعنا كل يوم 25 لدي كل محل، وقمنا باعمار هذا السوق وترتيبه واعاده اعماره. والله من صار سوق رمضان صار الاقبال جيد جدا الحمد لله، والسوق على تحسن. وقاعدين هوني ما نطلع من هنا ابد، مكاننا هذه. الحمد لله والشكر بعد ما شفتم الفيديو، يعني الفضل الله يعود، والاعلاميين وبالاخص بيها راديو الغاد يعني اللي تابعنا من اول ما فتحنا ولحد هذا اليوم، وتقدم له بشغل الجزير الى راديو الغاد وكافه كادرهم.